الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحليم الغفور الشكور الصبور. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله، البشير النذير والسراج المنير، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن ربنا جل جلاله قد أوجب علينا أن ننصح للمسلمين عامتهم وخاصتهم، حكامهم ومحكوميهم، أمرائهم ومأموريهم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: الإخلاص لله عز وجل، ولزوم جماعة المسلمين، ومناصحة من ولاه الله الأمر. وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: حق المسلم على المسلم ست، ومن بين هذه الست: وإذا استنصحك فانصح له. يجب على كل مسلم أن ينصح لكل مسلم، فإن الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد استقر عندنا معشر المسلمين أن المؤمنين نصح وأن المنافقين غشش. المؤمن ينصح للمؤمن لأن المؤمن للمؤمن بمنزلة اليدين تغسل إحداهما الأخرى. وأما المنافقون الذين حادوا الله ورسوله فإنهم كذابون غشاشون مخاتلون مخادعون، يبحث الواحد منهم عن مصلحة نفسه، عن نجاة نفسه، عن الغنم الذي يرجع إليه، ولا هم له في جماعة المسلمين ولا في أئمتهم. أيها المسلمون عباد الله، قد حدث في هذه البلاد بالأمس تغيير، حيث استبدل رأس الدولة بغيره، وهذا التغيير قد تفاءل به أقوام وتشاءم به آخرون، سر به ناس وحزن له ناس.
والواجب علينا في هذا المقام وفي يوم الجمعة التي يتنادى إليها المسلمون من كل مكان استجابة لنداء ربهم لا لنداء غيره: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن واجبًا علينا معشر الدعاة والخطباء أن نمحض النصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وإن الواجب على كل من حضر لصلاة الجمعة أن يحسن الإصغاء وأن ينوي العمل بما ينفعه وأن يتبع أحسن الحديث ليكون من جملة من بشروا بقول ربنا جل جلاله: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ليكون من الفائزين بثواب الجمعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر صيام سنة وقيامها وذلك على الله يسير. أيها المسلمون عباد الله، إنني أتوجه في هذا المقام لكم معشر المسلمين بسبع نصائح، ولمن ولاه الله الأمر بسبع أخرى. أما النصائح التي أتوجه بها إليكم معشر المسلمين على سبيل الاختصار فهي: أولاً أن التغيير سنة من سنن الله عز وجل، لا يدوم الأمر لواحد من الناس خيراً كان أو شريراً، صالحاً أو طالحاً، براً أو فاجراً، مؤمناً أو كافراً. التغيير سنة من سنن الله جل جلاله في هذا الكون، لا حزن يدوم ولا سرور، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن الذي ينبغي أن ينتبه إليه أن الله جل جلاله لا يغير النعمة إلا إذا كان من العباد تغيير، ذلك بأن الله لم يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا ينتقل عبد عما أحب إلى ما أكره إلا انتقلت له عما يحب إلى ما يكره. الله جل جلاله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. ثانيا أيها المسلمون عباد الله، التفاؤل سمة أهل الإسلام. المسلم لا يقنط من رحمة الله، ولا ييأس من روح الله، ولا يتطير أبدا. التشاؤم لا يعرف إلى قلبه سبيلا إن كان مؤمنا حقا، بل يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما فارقه التفاؤل في أحلك الظروف في أشد الخطوب. كان صلوات ربي وسلامه عليه يتفاءل بكلمة يسمعها، بشيء يراه، ويزرع ذلك التفاؤل في نفوس أصحابه حتى صار متغلغلا في نسيجهم. أقول هذا الكلام أيها المسلمون عباد الله لأن ناساً يريدون أن يزرعوا في الناس يأساً وقنوطاً، يريدون أن يصوروا لهم بأن الغد أسوأ من اليوم وأن المستقبل مظلم. نقول: لا والله، أملنا في الله كبير وثقتنا في الله عظيمة. فيا أيها المسلمون بالله ثقوا وإياه فرجوا وخذوا بالأسباب. ثالثاً أيها المسلمون عباد الله، واجب علينا
التسليم لله عز وجل في قضائه وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يحدث في هذا الكون إلا ما أراده الله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، واجب على المسلم أن يسلم لله في حكمه الكوني القدري مثل ما يسلم لله في حكمه الشرعي الديني، لا يتسخط على قضاء الله وقدره ولا يقول لو كان كذا لكان كذا، بل يقول قدر الله وما شاء فعل. كل ما قدر الرحمن مفعول. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وإليك أنيب، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. رابعا، أيها المسلمون عباد الله، نعمة الأمن والأمان لا يجوز لنا بحال أن نفرط فيها ولا أن نسعى في تقويضها، فإن الأمن لا قدر الله لو زال، لو اضطربت الأمور وانفرط العقد واحترب الناس، حينها كلنا خاسرون، كلنا نادمون، حيث لا ينفع الندم، فإن بالأمن تصلح الدنيا ويدوم الدين. بالأمن نتنقل في طرقاتنا، وبالأمن نسعى على أرزاقنا، وبالأمن نخرج إلى مساجدنا، وبالأمن نصل أرحامنا. ولو أن الأمن زال لا قدر الله فإنه لا يبقى دين ولا دنيا. ولنا عبرة في غيرنا، فإن العاقل من اتعظ بغيره، والشقي من أبى إلا أن يتعظ بنفسه. أقول هذا الكلام أيها المسلمون عباد الله لأن ناساً يريدون للفتنة أن تستيقظ وأن يمتد أوارها وأن تشتعل نيرانها لأحقاد سكنت نفوسهم، ثم بعد ذلك لا يهمهم أن يكون ما يكون. إياكم وإياهم، واعلموا أن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. إياكم أن تسعوا في تقويض الأمن أو في تعكير صفو الناس أو في أن يعدو بعضهم على بعض أو أن يسيء بعضهم إلى بعض أو أن يخري بعض الناس مكنونات نفوسهم. الناس لما ضاقت بهم السبل وحارت بهم الحيل لجوا إلى الجيش، لأنهم يعلمون أنه صمام الأمان، وأنه الذي يجمع شتات الناس، وأنه الذي يمثل الناس كل الناس، وبيده الحديد والنار. هذا الذي ينبغي أن يستمر عليه الناس، ما ينبغي أن يسعوا أن يسعى بعضهم في أن يثير حرباً بين عامة الناس وبين الجيش، فإن ذلك نذير شؤم، وما ينبغي لعاقل ولا لمؤمن أن يسعى في ذلك أبداً. خامساً، أيها المسلمون عباد الله، تغليب مصلحة البلاد والعباد على مصلحة الأشخاص والذوات. وهذا الكلام قد قيل في هذا المنبر مرارا، بأن مصلحة الجماعة قبل مصلحة الأفراد، المجموع مقدم على الجميع. ينبغي أن نلغي حظوظ نفوسنا وشهواتها، وأن ينظر كل منا فيما يخلصه عند ربه. ما يكون همه أن يظهر بين الناس بطلا، ما يكون همه أن يستحوذ على حكم
أو جاه أو مال أو تسلط على رقاب الناس، بل ينظر فيما يصلح البلاد والعباد. هذا الذي ينبغي أن يسعى فيه من يعلم يقيناً أنه غداً ميت وبين يدي الله موقوف، وعلى أقواله وأعماله محاسب، وعلى النار معروض. سينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. سادساً، أيها المسلمون عباد الله، السكينة 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 السكينة، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الفتن إذا أقبلت فإنها تتزين للناس ولا يدرون ما فيها، يظنونها خيرا محضا، ثم بعد ذلك إذا أدبرت علم الناس ما فيها من شر، علم الناس ما فيها من سوء، علم الناس ما فيها من فرقة وشتات، لكن بعد فوات الأوان. سابعاً، أقولها نصيحة أرجو بها وجه الله، لا تستمعوا إلى من يريد تقويض الدولة وأنظمتها ومؤسساتها وينادي بتلك الكلمة تسقط بس، ثم يقال له ماذا بعد، يقول فليكن ما يكون. هذا صنيع من لا عقل له، من لا تقوى له. الواجب علينا في هذه الظروف، في هذه الأيام، أن نلتزم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. السكينة السكينة يا عباد الله، هذه السكينة يتبصر الناس بها أمرهم، ويفكرون في عاقبته، ما الذي كان وما الذي ينبغي أن يكون. هذه أيها المسلمون عباد الله سبع نصائح أتوجه بها إليكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه، وأن يجعلها نافعة لمن قالها ولمن استمع إليها. ثم بعد ذلك سبع نصائح وجهها إلى من بسط الله يده، إلى من بيده مقاليد الأمور، إلى من صار بالأمس رأساً للدولة. نصائح أتوجه بها له ولمن معه. أول هذه النصائح أوصيك بقول الله عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. أقول لك يا من بسط الله يدك، تذكر أنها لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، تذكر أن الله جل جلاله مطلع عليك، عالم بأحوالك لا تخفى عليه خافية، عالم بنيتك، عالم بسريرتك لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. أوفي بعهد الله، أوفي بعهد الله. قد عاهدت الناس في بيانك الأول على الإصلاح فكن مصلحا، عاهدتهم أنك قد جئت لرفع المظالم ورد الحقوق، والناس ينتظرون أفعالاً لا أقوالاً. الناس إلى إمام فعال أحوج منهم إلى إمام قوال، فإن القول يحسنه كل أحد. ثانياً، إياك إياك وشهوة الجاه والرغبة في الحكم والتسلط على الناس، فإن ذلك مهلك مذهب لدنياك وأخراك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد للمرء من حرصه على الشرف والجاه لدينه. الحرص على الشرف والجاه يفسد دين المرء، يضيع آخرته. هب أنك بقيت في الدنيا
عشراً أو عشرين أو ثلاثين أو خمسين أو مئة، ثم ماذا بعد هذا؟ ينزل بك ملك الموت، ولو كنت في قصر مشيد، ولو كنت في بروج مشيدة، ينزل بك ملك الموت، ينقلك من سعة بيتك إلى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك إلا عملك. فالله الله في ذلك، ولك أسوة حسنة في رجل نحسبه مؤمنا برا تقيا صنع الذي صنعت، ثم عاهد الناس بأن يبقى في الحكم سنة يسلم الأمر إلى من يختاره الناس، وقد أوفى بما عاهد عليه، فكانت النتيجة اللهجة الألسنة بالدعاء له والثناء عليه حياً وميتاً، واجعل الله له في قلوب العباد محبة. ثالثاً، من الأفعال التي يريد الناس أن يروها سرعة محاسبة المفسدين في الأرض، سرعة محاسبة أكابر المجرمين، كل من سفك دماً حراماً، كل من انتهب مالاً، كل من سعى بالفساد في الأرض، كل من استغل منصباً أو سلطةً أو جاهاً، نريد أن يجعلك الله عز وجل سبباً لشفاء قلوب قوم مؤمنين بسرعة القصاص من هؤلاء، بسرعة أخذ الحق منهم ورده إلى أهله. رابعاً، لا بد من رفع المظالم عن الناس، المظالم كلها، وأول هذه المظالم وأقربها من سفكت دماؤهم في هذه الأحداث الأخيرة، سواء كانوا من الجهات الأمنية أو من عامة الناس، لا بد من أن تدفع دياتهم لذويهم، فإن دم المؤمن عزيز ولا يهدر دم في الإسلام. لا بد من رد هذه المظالم، إن لم يمكن معرفة القاتل فلا أقل من أن تدفع ديات هؤلاء المقتولين. ثم لا بد من رفع المظالم عن الناس، المظالم التي أثقلت كواهلهم وأنت بها حناجرهم في المكوس والضرائب والجبايات، تلك التي أفسدت على الناس معايشهم، تلك التي أقضت مضاجعهم، تلك التي قعدت بهم عن السعي في الأرض من أجل أن يثمروا أموالهم، لأنهم يرون أنفسهم مطالبين في كل ساعة برسم غير الرسم الذي دفعوه أولا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. خامساً، يا من ولاكم الله الأمر، نصيحة أبذلها لكم: لا يحل لكم بحال ولا لذويكم من زوجات أو إخوان أو أولاد أن تعملوا بالتجارة، ولا أن تمارسوا نشاطاً تزاحمون به الناس. ليس لكم إلا طعامكم الذي تأكلون، وثيابكم التي تلبسون، وضرورات حياتكم، كما كان حالكم قبل أن تكونوا على رؤوس الناس. لا يقبل منكم أن تتوسعوا ولا أن تترفهوا، فإن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق أولئك لهم النار يوم القيامة. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكم ضرورات حياتكم، تتعاملون في مال الله معاملة الشريك الشحيح. سادساً، مطلوب منكم أن تسرعوا في تكوين حكومة من ذوي الكفاءات من أجل أن يصلحوا الفاسد ويقوموا المعوج، حكومة لا نظرة فيها إلى محاصصة حزبية ولا طائفية ولا عرقية، حكومة تتكون من أقوياء، أمناء، علماء، كل في مجاله، حكومة تتكون من ناس يستطيعون أن يخدموا الناس. وإياكم وإياكم أن تميلوا ذات اليمين أو ذات الشمال، فقد قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من ولى رجلا على عصابة من المسلمين وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمسلمين. من ولى رجلا على عصابة من المسلمين وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمسلمين. ثم سابعا، لا بد من السعي في تنظيم انتخابات يوضع لها قانون محكم ويكون الجيش ضامنا لنزاهتها، ضامنا أنه لا يصل إلى قمتها إلا من ارتضاه الناس دون إفساد أو تزوير. فهذه هي سنة المسلمين، ما ولي أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي إلا بشورى من المسلمين فسددهم الله. صار الملك في بني أمية عضوضا، فجاء العبد الصالح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما ولي الحكم وراثة عن سليمان بن عبد الملك، قام على المنبر وقال: يا معشر المسلمين، أمركم مردود عليكم، لست لكم أميرا، اختاروا من شئتم. قالوا: لا نريد غيرك. لما رأوه زاهدا فيها معرضا عنها غير طامع في مغنمها اختاره الناس وارتضوه، فسدده الله عز وجل ووفقه. دامت خلافته سنتين وبضعة أشهر، كانت عدلا ورحمة، رد المظالم حقها بيقينها عن جورها وأمال ميل المائل. وما زال أهل التاريخ يقولون: خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، ما عدوا من كان قبله، رغم أن فيهم صحابية، بل فيهم صحابة، فيهم الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير ومعاوية بن أبي سفيان، كل هؤلاء قد ولوا الحكم، لكنهم ما عد أحدهم خامسا للراشدين، بل الخامس عمر بن عبد العزيز. فلا تسمعوا أيها المسلمون عباد الله لمن يقول لكم بأن الانتخابات بدعة وأن الاختيار بدعة، لا والله ليس بدعة، بل كل ما يصلح حياة الناس ويحقق مقاصد الشرع ويذهب وحر الصدور وغل النفوس ويجعل الرضا قائما بين الحاكم والمحكوم، فهذا مما تأمر به شريعة الإسلام والمنصفون يعلمون. أيها المسلمون عباد الله، أنه قبل 5 سنوات كتبت نصيحة من كلمات يسيرة كتبها القائم على هذا المنبر يوصي رئيس الجمهورية بأن يفي بعهد الله وألا يترشح لأنه قد عاهد الناس على ذلك وألا يغير الدستور، كتب هذا في سنة 2014، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، كان من أمر الله ما كان، والله جل جلاله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. مطلوب منا أيها المسلمون أن نعي أن طول المدة ليس دليلا على الكفاءة، أخصب الفترات أقصرها. أبو بكر الصديق حكم الناس 2 سنين وبضعة أشهر، عمر بن الخطاب حكم الناس 10، عثمان حكم الناس 12 سنة، علي حكم الناس 4 سنين، جاء معاوية رضي الله عنه فحكم 20 سنة، وما زالت تلك سنة بني أمية حتى جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فما أدام الله ملكه سوى 2 سنين وبضعة أشهر، لكنها كانت خيراً ورحمةً وبرًا وصدقًا ووفاءً وعدلًا، وما زال الناس يترحمون عليه ويتردون عنه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه وليه ويذل فيه عدوه، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يولي علينا خيارنا،
وأن لا يولي علينا شرارنا، وأن يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح الراعي والرعية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحقن دماء المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين. مجالس الطيبين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولا زلت أذكر أيها المسلمون عباد الله بأن هذا الشعب شعب مسلم رضي بالله ربًا وبالإسلام ديناً وبالقرآن إماماً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، شعب لا يرجو لا يعدل بغير الله جل جلاله ربا، ولا بالإسلام دينا لا يعدل بشرع الله عز وجل قانونا ولا نظاما. هذا معتقد السواد الأعظم من هذا الشعب، ولا زالوا معروفين بصلة الأرحام وحسن الجوار وإغاثة الملهوف وعون المظلوم. هذه هي أخلاقنا، وهذه هي صفاتنا التي طبعنا عليها ونشأنا ونحن نرى عليها الآباء والأجداد. أيها المسلمون عباد الله، في مثل هذه الأيام لا بد أن نتذاكر هذه المعاني، لئلا يدخل علينا من يريد الإساءة للدين، لئلا يدخل علينا من يريد تبديل القيم، من يريد تنكيس التعاليم، من يريد أن يجعل الحق باطلاً والباطل حقاً والمعروف منكراً والمنكر معروفاً. لا والله، لا بد أن نتكاتف وأن نعتصم بحبل الله جميعاً، وألا نتفرق، وألا ندع سبيلاً لطامع ولا لمريض قلب، من أجل أن يفرق جماعتنا، من أجل أن يضعف لحمتنا، من أجل أن يوهي عرانا. هذا كله ممنوع، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وأخيراً أيها المسلمون عباد الله، علينا أن نلهج إلى الله بالدعاء، أن نقنت في صلواتنا، أن نلح على ربنا جل جلاله بأن يحفظ علينا لحمتنا، وأن يصون وحدتنا، وأن يحقن دماءنا، وأن يقينا أسباب الفتن، وأن يصلحنا رعاة ورعية. هكذا ينبغي أن نفعل. ندعو الله عز وجل في خلواتنا، كل منا في خلوته يلح على الله بالدعاء، وندعو الله عز وجل في مساجدنا، نقنط في الصلوات الخمس في الركعة الأخيرة، إذا رفع الإمام رأسه من الركوع يلهج إلى الله عز وجل. فهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يسمى بقنوت النوازل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه
إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة في كل صلاة كان يدعو صلوات ربي وسلامه عليه، ولربما مكث على ذلك شهرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ذا إساءة إلا أقلته، ولا حقا إلا أعلنته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا عدوا للإسلام والمسلمين إلا خذلته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا، وطهر قلوبنا، واستر عيوبنا، ونفس كروبنا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، وحسن أخلاقنا، ووسع أرزاقنا، وبلغنا آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، وأجسادنا من الصحة. اللهم أعنا على دنيانا بالميسرة، وعلى آخرتنا بالمغفرة. اللهم إنا نسألك أن تجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا. اللهم أبدلنا بعد الفقر غنى، وبعد الذل عزة، وبعد الخوف أمنا، وبعد الفرقة والاختلاف وحدة واعتصاما، وردنا إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، يا خير المسؤولين، ويا خير المعطين. اللهم اجعل ما كان من تغيير خيرا للإسلام والمسلمين، خيرا للبلاد والعباد، خيرا للأفراد والجماعات، يا خير المسؤولين، ويا خير المعطين. غير حالنا إلى أحسن حال، غير حالنا إلى أحسن حال، غير حالنا إلى أحسن حال. اللهم لا تجعل لكافر ولا لمنافق ولا لفاجر ولا لخائن علينا سبيلا يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.